بالنسبه لي انا ما كنتفقش على هذه الزياده، خلاونا كما نقولوا الشعب كياكل في الشعب. الحكومه قالت لهم زيدوا في التسعيره، وبيناتكم بين الشعب يعني كما شي بقى كياكل في شي. هما يبغيونا نحسنوا لهم العوان وهما ما كيحسنوناش العوان. هذه هي يعني وجهه النظر نتاعنا في هذا الموضوع بالنسبه للزياده. ما هذا الموضوع ديال الزياده في النقل ماشي مليح، ماشي للصالح ديالنا، وكيزيد في المطالب ديالنا، ماشي ضروري يزيدوا من ما بغات الدوله تحقق لهم. اش ذنبنا حنايا باش يزيدوا لنا في هاد الوسائل ديال النقل؟ وماشي هي ماشي هاك من ناحيتي انا، ما ماشي مزيانه لينا وماشي مزيانه حتى للشعب بصفه عامه. انا بالنسبه لي الزياده في التسعيره ديال الطاكسيات ماشي معقوله، لان المواطن ما يمكنلوش يخلص من نجيبوا هاد التسعيره هذه. بالنسبه لي انا زياده خص المراجعه ديالها، وما يمكنش للمواطن يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء ديال الزيادات اللي هي واقعه. وبالنسبه لي المواطنين خص يكون عندهم رد فعل على هذه الزيادات هذه، يا اما انهم يقاطعوا الطاكسيات، يا اما انهم ينزلوا حتى هما يدعموا الاحتجاجات ديال اصحاب الطاكسيات. هذا الشيء اللي هذا. السلام عليكم. حنايا كمواطنين وجدي هنا ضد هذه الزياده في التسعيره اللي تاخذوها سيارات النقل مهنيين نقل اجراس في الصنفين الكبيره والصغيره، انه بعد ما كانوا يطالبوا بالغازوال المهني لانه يطالبوا الدوله، صدقوا انهم مشاو بواحد هذيك النقطه ما كايناش تاع الزياده، انه تفاجئوا انه تاخذوا زياده التسعيره، وهذا راه كيشكل ضرر للمواطن. وانايا مع الحمله الفيسبوكيه للمقاطعه ديال سياره الاجره، ونتمنى يتراجعوا على هذا القرار. السلام عليكم. بالنسبه للزياده ديال الطاكسيات، انا كطالبه يعني ما صالحاليش، حيتاش كل نهار كنمشي لافاك يعني راه زادوا في التسعيره بزاف، دونك انا يعني راني كناخذ الطوبيس وكنعاود يعني ناخذ الطوبيس، يعني واخا كنت كناخذ لي طاكسي اليوم لا. التسعيره يعني غاليه بزاف، سيرتو حنا الطلبه وحتى الناس اللي ما عندهمش، يعني راه حتى هما ما غاديش يقدروا يعني عوض ما يشوفوا شي يعني شي حل على حساب البترول الزياده ديالو، داروا التسعيره يعني زادوا على حساب المواطن. دونك يعني هذا الحل انا في نظري ما بالي انا، حيت كنمشي ونجي في الطاكسي وديما عندي ليتود وكلش، بصح هاد الزياده زعما كدير واحد شويه ديال ديرونجمون بالنسبه لكاع المواطنين. ما عرفتش يعني بحال المواطن هو الوحيد اللي تقصح في هذه القضيه هذه، لو كان زعما لقاو شي حل اخر كان غادي يكون حسن.